اهلا وسهلا سيداتي سادتي متابعي المواعيد الكبرى، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية اخر اللمسات قبل ضربة البداية. نعيش الليلة اللقاء الذي يجمع بين ريال مدريد ضد ليفربول. مساء الفل للناس الكل، معكم اليوم رؤوف خليفة في التعليق على احداث المباراة. ويدب الحماس المضاعف في انحاء الملعب بينما نستمع الى الموسيقى الرسميه لدوري ابطال اوروبا. ريال مدريد سيكون تشكيله الأساسي اليوم على النحو التالي: في حراسة المرمى كريستيانو رونالدو. والآن مع تشكيل فريق ليفربول: محمد صلاح. محمد صلاح أظهر مهارة مثيرة لكن بلا نجاحات كبيرة. يا سلام يا سلام، والعرضية يرفع يده للاعبين طالبا السماح. فنية كانت أفضل مما كان، لكن لابد من الإتقان في قادم الأحيان. كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. كريستيانو رونالدو يلعب كرة بينية، لا يمكنه إهدارها من هنا. محمد صلاح، كرة طويلة وعالية على الرواق، هل يمكنه التسجيل؟ مهارة كبيرة، مجهود رائع. هذه كرة جول، ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. نواصل متابعة المباراة، إذا بعد أن أصبحت النتيجة 1-0. محمد صلاح أظهر رغبة كبيرة في الحصول على الكرة لكنه لم ينجح في الاستفادة منها. قد تكون هذه فرصته، فرصة خطيرة، توزيعة إلى الأمام. محمد صلاح، كريستيانو رونالدو. لا يفلح الفريق في التقدم إلى الأمام بسبب دفاع الخصم صمام الأمان. خرجت إلى رمي التماس، انطلاقة رائعة من على اليمين، ويلعب العرضية. تصدي ممتاز للكرة، لم يكن هذا التصدي عادي، قام بعمل رائع لحماية مرماه.
رائع، تدخل دفاعي ناجح تماما. محمد صلاح يوزعها باتجاه منطقة الجزاء. نهاية الجزء الأول من الحكاية. أشارت الرياح بما لم يشتهيه الفريق، ورغم ذلك لا داعي للخوف، لا يزال هنالك الكثير من الوقت للعودة في المباراة، وإمكانية تسجيل هدف مبكر قد تقلب الطاولة. أرى أنها مخالفة، ويتفق معي حكم المباراة ويطلق صافرته، والكرة في الشباك. جول! تقدموا بفارق مقبول وفارق هدفين. لاعب السار الممتنع قادر على الاحتفال بهدوءه مهما كان الضغط. بذل المدافعون اقصى الجهد للضغط عليه، لكنهم لم يتحلوا لا بالقوه ولا بالهدوء لايقافهم. انها قوه كبيره تلك التي اظهرها. هدف اخر. إنهم متقدمون بفارق 3 أهداف وقد تنتهي المباراة هكذا. هذا لاعب صعب إيقافه حتى لو كان أعدى المدافعين، مهما كان من يكون. كما رأينا فإنه قد استغل قوة جسدية بالاحتفال بالكرة. مخالفة صحيحة. المزيد من الفرص من الكرات الثابتة. يسيطر عليها، أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. استخلاص جيد وسليم مكنه من منع الخطورة، والكرة ملعوبة للأمام. يحاول فك دفاعات المنافس. كريستيانو رونالدو مرر تمريرة حاسمة ترجمت إلى هدف. دفاع خيالي يقطع الكرة بشكل مثالي. لن تمر مثل هذه الكرات على الدفاع بهذا التركيز. الكرة للأمام. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. ممتازة على الرواق الأيمن. هذه عملية واعدة. كريستيانو رونالدو عنده مساحة خالية على الطرف. يلعبها عرضية. التوزيع مش معقولة ولا مقبولة. محمد صلاح يمررها إلى يمينه. كريستيانو رونالدو يوزع كرة على اليسار. تمريرها بذكاء، وسيقوم بتسديد الكرة. كان في أفضل مكان لتسجيل الكرة. يضع الحكم يده في جيبه ليخرج له البطاقة الصفراء. محمد صلاح كرة طولية إلى الأمام. يحاول لعب كرة بينية غدارة. فرصة للتسجيل. محمد صلاح يعود. لعبة رائعة. جول! هل أعادوا النبض في شريان الحياة للمباراة بهذا الهدف؟ كرة مثالية في أروع اللحظات الكروية، حققت النهاية الخيالية. يلعبون كرة قدم حقيقية بعد الهدف. تقلص الفارق إلى هدفين الآن. كريستيانو رونالدو يلعب على أقصى الرواق. ينجح المدافع بتغيير اتجاه الكرة العرضية التي تتحول إلى ركنية. كريستيانو رونالدو يلعب كرة قصيرة. كريستيانو رونالدو ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. تنتهي المباراة بالخسارة، وسيشعر اللاعبون بخيبة أمل كبيرة. كان لديهم عدة فرص للفوز بالمباراة، لكن